قرية الحاج ناصر التي تقع غرب بعقوبة لا يوجد من ناصر لأهلها أو منقذ لهم من الواقع الخدم المتردي الذي أصبح أكبر معاناتهم لعقود، واقع ينذر بكارثة صحية وبيئية، لا سيما وأن المنطقة تفتقر لأبسط مقومات العيش البشري. إهمال واضح، خاصة وأن جميع القرى المحيطة بها تنعم ولو باليسير من الخدمات. خدمات ماكو، يعني إذا مطرت يعني تحير بالأطفال توديها للمدارس، هاي أبسط شيء. زين، وثاني شيء يعني أنت تدري عوائل تطلع ترجع ماكو فايدة، يعني تطلع حير منين يعبر؟ زين، مي تقريبا يطلع شبر فوق الشبر فوق هاي المكانات، واكو مكانات متر نص متر. احنا نشوف القرى تبلطت، نشوف النواحي تبلطت، نشوف اكو خدمات في بعض المناطق، بس الا قريتنا ما بيها خدمات، والشارع العذيب بالاخص كملوا مجاري القريه الفرعيات الا الشارع الرئيسي بقى، واحنا اطفالنا اهل المدارس الموظفين باثناء المطر يعني حالهم حال، يعني ايش قد هو معتني بنفسه، تعبان على نفسه، يريد يروح لوظيفته، ما يقدر يطلع من باب الحوش لانه مجاري، نقصنا مجاري. فيما اكدت الاداره المحليه في محافظه ديالى ان مشكله المنطقه تتمثل بكونها ارضا زراعيه ضمن الحدود الاداريه لمدينه بعقوبه، ولا تنعم بالخدمات، وتم توجيه ملاكها ليتنازلوا عن هذه الارض الى البلديه ليتم شمولهم بالخدمات بعد تغيير توصيفها بحسب الأهالي. حاليا احنا كإدارة محافظة نقدم لهم الخدمات اللي هي خارج عن إطار البلدية، منها الكهرباء، الماء، أيضا عندنا مشروع حاليا قيد الإنجاز مد شبكة مياه، وأيضا حلول ترقيعية بما يخص أنابيب المجاري، ولكن كخدمة أساسية ترتقي لسكان تلك المناطق لا يمكن تقديمها بالوقت الحاضر، لأن هي أراضي زراعية تقع داخل حدود بلدية بعقوبة. خدمات غائبة ومستنقعات مائية وأمراض تنتشر بين الكبار والأطفال، ومناشدات لم تلقي استجابة من قبل المسؤولين، وسكان قرية الحاج ناصر ينتظرون من ينقذهم من معاناة رافقتهم لسنوات طوال. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.